الأسئلة التي كانت معنا في حلقة اليوم في عصرا مع فضيلة الشيخ شعبان درويش، ولكنها ما سئلت لضيق الوقت، حكم الأوبن بوفيه اللي هو البوفيه المفتوح أو المطعم المفتوح. شيخي هذه مشكلة يا شيخ. نعم، ليش أدخلتني في هذه المشكلة؟ هذا سؤال سؤال وارد ولست أعلم. والله والله شوف حضرتك، حتى لا أضيق، لكن الأوبن بوفيه فيه جهالة، فيه جهالة. يعني هو الآن دخل على 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 دفع مال معين، كم في المقدار الذي سأكله؟ فيه جهالة، ده الحق. وإن كان بعض العلماء قال تغتفر، لأن مش كل إنسان يستطيع أن هو سيأكل كل الطعام الموجود، كل إنسان له طاقة والطاقة محدودة، لكن أنا الذي أميل إليه أنه لا يجوز. اتفاق المطعم قال تعالى وأنا أدفع 100 جنيه 200 جنيه 50 جنيه أيا كان المبلغ، وكل ما شئت، والبوفيه مفتوح. طيب نقول له أولا التراضي لا 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 يقرب الحرام حلالا. ما ممكن يأكل بأقل كمان. سأتيك أنا بالأمر. التراضي لا يقرب الحرام حلالا، والإجارة في وصف التشريع لابد أن تكون معلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر موجود الآن. هو يدخل رجل بمعدة قليلة ربع دجاجة يأكلها، صحيح؟ الآخر يأكل خمسة. ما شاء الله. فأنا جربت، دكتور زميلي دخلنا معا في هذا الباب، وأنا قلت له هذا ما يجوز. فهو دخل الرجل لما وجده يزداد في الطعام قال له ما في لك، ما تأخذ مرة ثانية، ومنعه مع أنه قال لنا أنا راضي. الحق أن هذا غرر. أحيانا شيخنا الكريم يحددون مرة أو مرتين، مش مفتوحة مفتوحة يعني، لكن هو السلطات بتكون مفتوحة، لكن الدجاج لا. لو قلنا أنه قال له خلاص هو أوبن بوفيه كما تقول حضرتك باللغة الإنجليزية، هل هذا يعني البعد أولى؟ البعد أولى طبعا، أن الغرر موجود والجهالة موجودة. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. نعم.